عسلام عسلام. الشباب توا يشكي ياسر من البطالة كيما نعرفوا الناس الكل، رغم هذايا يصرف في برشا فلوس على لبسته وعلى خرجاته. والله شباب من اين له هذا؟ والله ما تعرف وضع البلاد كيفيه، دونك فما عباد تخدم على رواحها ربي يعينها. فهمت؟ هما توا يتشكيو من البطاله، كيفاش يخدموا؟ يتشكيو من البطاله، هذيك البطاله خاطر فماش خدم. فهمت؟ اما ينجم باغ اكزومبل ياخذ لك، معناتها نجم نقول ياخذ لك زاتله يبيعها. فهمت؟ ياخذ لك بلاكه يبيعها، يقسمها يبيعها، ياخذ بلاكه بمليون تجيب له الزملين مليون ونص. فهمت؟ ابخي سا ديبون لي كليون. فهمت؟ وابخي فما شكون يبيع الكوكا زاده، لان فما كل شيء موجود، فما الاكستا، فما كل شيء. وكا معناتها يتلزي يعمل هكاك باش ينجم يعيش يصرف. ما يخافش على روحه؟ فما شكون يخاف، فما شكون لي، فما شكون يقول لك يا الفوق يا اللوت، يا سي جو برون لو ريسك جو برون جوسكا وبو. فهمت؟ وابخي سا ديبون العباد. انت عايش في تونس؟ لا انا عايش برا. انا عايش في الدومين هذي الكستا، معناتها زات لها كل شيء. فهمت؟ اما انا الحمد لله يا ربي، معناتها ما عنديش الطريقه هذي ما نتبعوش، غادي معناتها مشيت غادي نخدم نقرا، الحمد لله كل شيء بالحلال. فهمت؟ معناتها خاطر غاديك كان باش تبع الطريقه هذي تبيع وتشري المخدرات كل شيء، غادي ما يرحموكش. كيفاش؟ غاديك ما يرحموكش. وين غادي؟ باغ اكزومبل فرنسا، ايطاليا، هولندا، اسبانيا. فهمت؟ ما يرحموش، غاديك تعيش معناتها غادي يعيشوك ذلت، معناتها تعيش كي الكلب، غادي اذا وصلت حصلت راهو كي الكلب، ويعملوا فيك يعملوا فيك يعملوا فيك، وغادي ما عندهمش الرحمه. الناس ما غادي ريت القوره باغ اكزومبل قلوبهم مش بلي يكون لهنا، حتى تمشي قدام القاضي يقول لك يخف عليك العقوبه. انت تحكي على مواطن تونسي في بلاد اخرى. في بلاد اخرى كمواطن عربي بصفه عامه، سواء جزائري سواء مغربي سواء تونسي. فهمت؟ غادي مش معني قلت لك غادي، خاطر غاديك عندهم المخدرات ديما عقوبتها اكثر، ما يعاملكش كيما لهنا، يقول لك ما هي مش فيك، يقول لك جمون فو، يقول لك تافي تو باي. رغم هذا الكل شبابنا يحب يهاجر. رغم هذا الكل، وانا ما العباد غاديك مش كيما لهني، غاديك يجي ما يلقى عنده، معناتها ما عنده حتى حد، دونك يتعب برشا. وانا راني نقول ونعاودها، تبدا ما عندك حتى حد من غير ما تجي، اقعد في بلادك، تسكن في داركم، تعيش كل ما شيء. فهمت؟ غير ما غاديك، خاطر غاديك ريت العباد لهنا تجي وترى كل ما شيء، يرونا نحن لهنا كيفاش نعيش كل ما شيء. اما نحن غاديك رانا نتعب ورانا معناتها تعبين. و انت وين بالضبط؟ انا في فرنسا. بي شنو اللي يخليك تمشي لفرنسا؟ ولا راني قلت لك مش كيف مش كيما البلاد. اي انت علاش مشيت؟ غادي تقرا ولا نقرا غاديكا ونخدم لم في فلوس. اما غادي نمشي خدمت كي مشيت غاديكا نخدم بالحلال، وسخ هذاك كيما نقولوا نحن فلوس لمسخ كوكا وكل شيء مخدرات وكل شيء، هذاك ما ندورش بها. الحمد لله طويك الحمد لله. مشيت مع داركم ولا مشيت وحدك؟ مشيت وحدي. مشيت وحدي. ايش قررت؟ ملي انا صغير جاتني فرصه هكا ومشيت توريست، قعد غاديك حرقتها، دخلت نقرا والحمد لله توا نخدم واموري قانونيه الحمد لله. كل شيء عملته بالحلال، ما تبعش طريق الحرام. فهمت؟ قدر الحرام قد ما تعمل باش تكثر عليك الفلوس، تكثر 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 وجي نهار تخلص. فهمت؟ نجم معناتها حتى صحة الابدان بالفلوس الحرام اللي عملتها، نجم تعمل اكسيدون وتعيش معاقب تعرفش على الدنيا. فهمت؟ وانا الحمد لله بالخدمه كل شيء، معناتها كل شيء بالحلال. علاش قلت لي واحد كي يمشي وحده غاديك ما ننصحوش؟ خاطر غاديك ما عندك حد، غادي بناس بلاد الغربه. علاش غاديك يقول لك بلاد الغربه؟ خاطر بلاد الغربه ما عندك حد، لازمك انا قعدت عام ونص نتعلم السيستم نتاعك كيفاش يعيش وكيفاش يحترموا بعضهم كل ما شيء. فهمت؟ غادي يحترموا بعضهم مش كيما لهنا. كيفاش المعامله نتاع الاجانب اللي عملوا فيها لاولادنا احنا؟ المعامله سا دي بون، تنجم تلقى عباد بيت، تنجم تلقى عباد خايبه راه. وغاديك نقول لك ما تعدي جنب حتى حد، كونفيونس لحتى حد، غادي خوك يبيعك. خوك ريت خوك يبيعك. اقسم بالله. علاش؟ يبيعك باغ اكزومبل، ما نعرفش انا كي سوا واحد باغ اكزومبل قابلت واحد لهنا غاديك، كان غاديك يعيش فيها مستخدام، خوه باعو هو فات، هو توا حكموا عليه 20 سنه خاطر
باع الطفله يبيع في التسكي اكستا مخدرات. الطفله مات عملت اوفر دوز، دونك عملت اوفر دوز غاديك في امستردام حكموا عليها 20 سنه وعطى عمر الطفله وزادوه. فهمت؟ روح اكسبيرسي، بعثوا اكسبيرسي لهنا. على ذاك نقول للتوانسه غاديك تحبوا تمشيو ما تبعوش فلوس الحرام، راهي فلوس الحرام تخدم تخدم تخدم، اما نهار اللي تيهرك تخلص الكل. كيفاش يمشي شخص الغاديكا؟ انت معناها تنصحهم انه يمشي غاديكا، شنو الخدمه اللي ينجم يخدمها باش ياخذ فلوس حلال؟ نعطيك فلوس حلال، اول حاجه لازمك تركز على اوراق، تعمل اوراق بجيب فلوس الحلال. كان ما تعملش اوراقك ما عندك، ما تعمل ما عندك علاش قاعد دونك انا ننصحك كاخوك، فهمت؟ اقعد في بلادك خير، خاطر غادي من غير اوراق ما عندك ما تعمل شيء. باش تمشي طبيب، باش تمشي للمركز، غادي باش تدخل المركز لازمك تعطي الكارت ايدونتيتي نتاعك. لهنا تدخل المركز ديريكت وغادي مش كيما لهنا، فهمت؟ متى يضربك واحد ما تنجمش تشكي، نار الشان يبراكيوك ما تنجمش حتى تمشي تشكي. غاديك مش كيما لهنا، غاديك يبراكيوك بسلاح، غادي منهم مره براكوني بكاليبغان. وشنو صار؟ احكي لي على البراكاج هذا اللي صار لك غادي. سان دنيا ذا معروفه 93 في باريس، فهمت؟ دخلت مشيت بعض صاحبي كل ما شيء جاني واحد قال لي قد بعض يعمل لك هو كلم صحابه او خير داروا بيا ثلاثه وجاني واحد في الوسط خرج لي كاليبر قال لي سورتو، فهمت؟ خرجت كل شيء على التليفون وكو. بعدك كلمت صاحبي قلت له انت شيت لدار صاحبي، كلمته قلت له هكا. وبعدك في الليل رجعني لهم هكا، رجع لنا معناتها صاحبي كلم خيوته ورجع لي تليفوني والحمد لله. انت كي مشيت لفرنسا لقيت شكون غادي ولا عشت وحدك؟ لا ما عشت وحدي، مشيت بعض خالتي يعني. عملت فيزا توريست بعدك قعدت غاديك حرقت وكا، بعد خالت نقرا كل ما شيء تو الحمد لله عملت ورق. بالنسبه للغاديكا كيبداو فما معناها اللي كيما قلت لي انت يبيعوا بعضهم، وفما اللي يلقاو بعضهم زاده ولا كيما انت لقيت خالتك؟ فهم، اما توا ريت العائله لهنا ريت يجيك لهنا يقول لك يجي مرحبا بيك وغادي وغادي ومرحبا بيك كل ما شيء. ريت غاديك يوصل غادي تعمل اقل مشكله، تعمل كارد افي يقول لك ما عادش تجيني للدار، يقول لك انت سازفوا تفي بوكو دو بروبليم افيك لا بوليسي، يقول لك ما نحبش شاك فوا يجيني الحاكم 6 نتاع الصباح 4 نتاع الصباح ماضي ساعه نتاع الصباح، فهمت؟ وكاو كما قلت لك غادي لازمك تكون راجل تعمل على روحك، ما تبعش فلوس الحرام. كان باش تبع فلوس الحرام راه بشي هما زيدش يعملوا، هما غادي يخليوك تبيع تكون تعمل الفلوس بالباك، اما نهار اللي يصدموا عليك وقت لا سي بون. شنو الحاجه اللي تعلمتها من الغربه؟ تعلمت تعمل على روحك وتجيب فلوس بذراعك صاحبي وتخدم على روحك. انت في تونس توا تخدم ولا؟ نو ما نخدمش لان ما نعيش لهنا دونك ما جيت فاكونس والحمد لله. قد ايه بقيت في تونس؟ تو جيت اون برانسيب نرجع لو 10 بدلت بيه نرجع لو 3 سبتمبر بدلت بيه. باهي توا باش تعطيني هكا ميساج لشبابنا اللي يحب يحرق ويهاجر من تونس هو ما عندوش لا اوراق لا حتى شيء بيان سور باش يحرق. كي راني نقول لك غادي باش تمشي تعيش عيشة الذل صاحبي باش يحقروك باش تعمل حدا، راني نقول لك باش تعطي حدا باش تشكي كل ما شارى. اللي راه احلامه الكل واقفة على الهجرة. اي اما راني قلت لك راه صعيبة غاديك مع تجي ما عندك حد راهي صعيب. غادي حد تعمل مشكله شكون باش تكلم يجيك حد سواء انت تقاليري سواء تاخذ بلاصتك سواء يفكوا لك بلاصتك. وانا نقول لك انا ننصحكم ما تمشيوش وتعيشوا عيشه الذل، رام غاديك مش كيما لهنا. هنا دوله اسلاميه، دول اسلاميه لهنا كل ما شايف، فهمت؟ دونك يرحموك غاديك لي غاديك فما شكون لي يرحموا فما شكون لي، فهمت؟ معناها ما يرحموناش احنا، مي معاملتهم مع اولاد بلادهم حاجه اخرى تختلف. تختلف. هيك نوع من العنصريه نسميه. فان سا ديبون ابخي سا ديبون لي جون راه. سا ديبون لي جون، تنجم تكون يعاملوا كيما تنجم تلقى عباد باهي كيما تنجم تلقى عباد خايب، كيما تنجم عباد تلقاهم يعاونوك ويقفوا معاك ويمشوا معاك لافوكا وكل ما شيء، كيما عباد نجم يقول لك في تا في جو فو دو توا تفوا، يقول لك دبروي توا، ديميغ توا. فهم تعمل اقل مشكله يخرجك من دار قلك دبغوي توا. دونك ما تنصحش شبابنا بالهجر؟ انا ما ننصحهمش، حسب مره ما ننصحهم. تحب هو يحب يهاجر اما باش يشد الطريق الكوكا والغبره والكستا وكل ما شيء. بيعمل فلوس يعمل كراب اما نهار اللي يتيح راه باش يخسر كل شيء.